جمعة جمعة مع عادل بارباع والأم اعتدال إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم مستمعين الكرام بكل خير، حياكم الله عائلتنا الكريمة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وبرنامجكم جمعة جمعة. هذا اليوم اللي بنسعد فيه بلقاء الأحبة مع أمي الغالية اعتدال إدريس. حياك الله أمي اعتدال. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بعائلتنا ولمتنا الكريمة اللي ليها سنين وإحنا مع بعض. أي أيوة والله، أظن في كثير كبروا وتزوجوا وخلفوا وهم معنا. نعم صار. أي أيوة والله، 13 سنة ترى الحمد لله. هذا شيء مرة يسعد إن إحنا نشوف أبناءنا وبناتنا وعائلتنا وإحنا معاكم دائما، نسأل الله إنه يعني يديم المحبة بيننا وبينكم. اللهم أمين. اليوم طبعا غير، وأمي دائما ما شاء الله تبارك الله بإبداعاتها، اليوم جابت لنا كيكة هنا في الإذاعة. الله يعطيكم العافية، حقيقة كيكة لذيذة. أنا هنا قاعد أصور عندي بالسناب عشان اللي يبغى يشاركنا عقلها يشوف الكيكة بس على الأقل يشعر بالمشاعر. إنه هذا أبنائي وبناء، والله أولادي حرام مساكين يجلسوا في الإذاعة ويقعدوا فيها، يا حرام أحد يحن عليهم، فلا هدول أولادي أنا بحن عليهم. الله يعطيك العافية. واليوم موضوعنا موضوع كذا مميز، قلتي لنا إياه، عن موضوع النقد على الفاضي والمليان. الفاضي والمليان. طيب ليش الفاضي والمليان بالرغم انه نقد؟ نقد هو ده. اول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. الموضوع هذا فاكرين في الحلقه الماضيه لما قلنا انه كده كانت جات عباره كده سريعه، وكنت هذا حاطه الموضوع من البدايه في يعني امامي. نعم. اللي هو النقد. نعم. سبحان عظيم، هذا جاء الموضوع عندي من فين؟ بعض الاحيان لما نشوف مقطع في منصة إكس اللي هي تويتر سابقا. نعم. وبعض بعض المقاطع، فواحد مثلا بينزل ثريد حكاية أو ينزل مثلا كلام، تجد التعليقات بعض الأحيان مميتة وبايخة، يعني سبحان الله العظيم، يعني يدمر الإنسان اللي حتى اللي حط التعليقة هذه أو حط التغريدة دي. أو مقطع عمله طيب، فتجد الناس يعني سبحان الله العظيم كل واحد يبدأ ينتقد، إما ينتقد بطريقة مزعجة ويعني تحس إنه هدفها التشفي والانتقام. أيوة. أو بعض الأحيان الاستهزاء والسخرية، أو بعض الأحيان تجد إنه مثلا بيقول شكرا جزاكم الله خير. فتجد الناس سبحان الله العظيم أصناف. أنا لقيت إنه يعني غريبة، ليه الناس بيعملوا كده؟ ليش ينتقدوا على الفاضي والمليان؟ أي نعم في بعض الأمور حتى لما تكون أنت مي عجبتك يا أخي لا تشوفها، لا تكمل قراءتها، ما عجبتك من البداية لا تكمل قراءتها. غيرك تختلف، يعني سبحان الله الأزواق تختلف. أنا ما بتكلم يا جماعة عن المبادئ والقيم، هذه سيبوها. أنا ما أتكلم أبدا عن أحد يطلع بمحتوى يخدش الحياء ويخدش القيم ويخدش العقيدة وهذا والناس يسكتوا له أو شيء، أنا ما بتكلم عن دولة، ما بتكلم عنهم. طيب علشان لحد يقول والله أسيب كل ناعق يتكلم، لا، إحنا بنتكلم عن بعض الأحيان حكايات ما تضر ولا تنفع، مجرد حكاية بيحكي بيعطيك شيء مثلا تاريخي نقلها بطريقة ما تأذي ولا تضر ولا شيء، حادثة من الحوادث حصلت كده، يقوموا يهزئوهم وبهدلوهم وهذا. طب ليه؟ يعني هذه الأمور هي اللي أنا بتكلم عنها، ومنها ننتقل للحياة الخاصة، يعني هذا شيء حياة عامة وفي حياة خاصة. نعم. ففي ناس كثير بتأثروا من النقد، وكل والتأثر ترى من النقد طبيعة بشرية، بشر كلنا بشر نتأثر منه. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن هو بشر، مع أنه يعني هو رسول الله وهو خير الأمة وخير البشر كلهم، لكن يتأثر لما قالوا عنه كاهن وساحر ومجنون، وقالوا عنه يعني وآذوا بالكلام وآذوا بالأفعال. إذن أتعرض للنقد، نقد قولي ونقد فعلي. أيوه. وتأثر بيها، معناته إن إحنا كلنا بشر نتأثر بالنقد. موسى عليه السلام تأثر بالنقد من فرعون الأذى ومن بني إسرائيل، حتى قال لله سبحانه وتعالى يا رب
كف أذى الناس عني. شوف إيش ربنا قال له، قال له يا موسى ذلك شيء لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لك؟ حتى الذات الإلهية ما سلمت. نعم ما سلمت. قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا اتخذ الله صاحبة، ربنا رد عليهم اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، وقالوا يد الله مغلولة. إذن النقد الله. الناس سبحان الله العظيم بينقدوا على الفاضي والمليان. نعم. بينقدوا كل شيء قدامهم. فكيف إحنا أنا وإنت وإنتو كيف إحنا ما نتأثر بالنقد؟ أي. أنا ما حأقول خليكم جبلة وجدر ما تتأثر بالنقد، لا، بس إحنا نبغى نتعامل مع النقد. حلقتنا دي كيف تتعاملوا مع النقد اللي يجيكم، وكيف تنقدوا، وإيش صور النقد اللي بتجيجي حوالينكم، والناس اللي بينتقدوا أنواعهم. نعم. إحنا في هذه الحلقة هنتكلم عن هذه المواضيع بإذن الله تعالى. طيب فنبدأ أول شيء، ما النقد ما سلم منه أحد. طيب ما الناس ما سلموا، لا من البعيد اللي ما يعرفوه، زي مثلا في تويتر بعيد ما يعرفوه، غريب ما لهم بي صلة. طيب حتى الميت ما سلم من نقدهم، الحي والميت، الحي والميت، الكل كلهم. طيب الكل. أيوة. فكيف أنت أول شيء معناته إنه النقد موجود جبلة وطبيعة بشرية، فلا تزعلوا من النقد. لما أحد ينتقدكم لا تزعلوا، لا تكونوا حساسين جدا جدا من النقد اللي يجيكم. نعم. طيب فما حد يسلم منه، زي ما قلنا لا رسول الله ولا الله سبحانه وتعالى ولا الأنبياء ولا أي نبي من الأنبياء ما سلم منهم. نعم. الناس ما يعجبهم أبدا شيء ولا يرضيهم شيء، ما يقدروا يجتمعوا على مدح أحد. الناس ما عمره مجتمعوا على مدح أحد. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجد له من إيش من انتقد رسول حتى إلى الآن، إلى الوقت إلى الآن يطلع الشبهات على الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلعوا فيه وينتقدوا هذا، وهو خير البشر. نعم. فما بالك أنا وإنت، هل حنرضي الناس كلهم؟ إذن رضاء الناس غاية لا تدرك، وهدف ما هو بالضرورة أني أنا أوصل لرضاء الناس. صحيح. ما أقدر أوصل لهم، أوصل عشان أرضي الناس كلهم، أنا حتعب جدا، حكون طول همي أني أنا أبغى أرضي أن هذا. فالناس بعض الأحيان لما ينتقدوا، بعضهم ينتقدوا من باب النصيحة الخالصة اللي ما يهدف فيها إلا النصح. أوكي ممتاز. طيب وبعضهم ينتقد بدافع الغيرة والحسد. طيب هذولا مش معناته انك انت سيء، اللي انتقدوك مو معناته انك انت سيء، لا، لانه يغاروا منك ويغاروا من نجاحك ويغاروا من حياتك، ما يبحثوا عن نقاط السؤال اللي يغاروا منها. مش معناته انك انت سيء، لما فمعناته انك انت لو احد انتقدك لا تفضلوا تكونوا حساسين مرة وتنهاروا. وبعض الأحيان الإنسان يبطل من الأمور لأنه ويكتئب ويتقوقع لأنه الناس انتقدوه. لا، بعضهم يقدم لك، أنه هنشوف دحين الآن كيف بالحياة يقدم لك النصيحة، كيف حتتقبلها وكيف يعني النقد البناء والنقد المهدف الانتقام. وبعض الأحيان في ناس ينتقدوك إيه؟ من باب التنفيس. طيب والتخفيف عن نفسه، مش عشانك سيء. أي. لا. هو يبغى يخفف عن نفسه. أيوة. عنده مشاكل في نفسه. أي. عنده أمور مضايقة يفرغها. إذن إما إنه يكون من جد ناصح وصادق ليك، أو إنه يغار منك ويحسدك، أو إنه هو عنده مشاكل. زي بعض الحالة لما تجي تستشير أحد. طيب. نعم. وتجي تقول له والله أنا في عندي مشكلة كذا كذا كذا، يكون هو عنده نفس المشكلة بس هو مو قادر يحلها. ولا هو قادر انه يعمل اي يعني ردة فعل او اي تصرف تجاه هذه المشكلة اللي عنده. نعم. يقوم ايه بيسقط مشكلته عليك انت، فيبدأ ينتقدك. اصلا انت ما انت رجال، اصلا انت ما انت قوي، لو كنت انت قوي كان وريتها العين الحمراء. يجي للحرمة، اصلا انت ضيع حقوقك، اصلا انت ما نعرف ايش مسوية، اصلا انت تكون هي مسكينة اللي نصحتها من اي لبنيلة امبهدلة وحالتها حالة. طيب فما هي عارفة كيف تنفس عن نفسها، فتقوم تنصح الثاني، تنصح الثاني بنصيحة مغلفة بالنقد. أيه. النقد مغلف بالنصيحة أقصد. طيب نقد مغلف بالنصيحة،
ليه تبغى ايش تنفس عن هذا؟ فافضل شيء تقول لها سوي له كده، اعملي له كده، بهدليه، اتعامل معاه كده، اتعامل مع اهل زوجك بالطريقه. ثم العقل تدس السم في العسل. هي ده ناسف. هي من باب النصيحه، ولكن هي بتنتقد، والنقد هذا بيكون تقول لها اصلا معلش تسمعي نصيحتي، يعني معلش ما تزعلي من كلامي. أيوة. ولا ما تزعل من كلامي، طيب اعطيك المقدمات هذه معناته انه حيعطيك دش على دماغك وخذ الدش ده. أيوة. اما يكون ناصح او يكون حاقد او يكون ايه بيخرج هنا. فلما تنجح انسان سواء كنت في بيتك في عملك ولا شيء، اشعرهم هذا بشعور سيء. ليه؟ ايش معنى انت ناجح وهم لا؟ ايش معنى انت مبسوط في بيتك وهم لا؟ ايش معنى انت على رغم الصعاب اللي عندك والمشاكل اللي عندك، طيب مو مبين عليك، مو مبين عليك انك انت في عندك مشاكل، ده شكلك دايما مبسوط، دايما شكلك بتضحك، دايما شكلك ناجح، دايما شكلك انت مثلا في كل مكان بتكون يحسدوك حتى على الابتسامة. نعم لا لا نعم. الله. حتى المرض يمرض الانسان انت كيف صابر؟ الله، حتى على الصبر تحسدني عليه؟ طيب لا بس مو مبين عليك. لا أيه. بس انت لو عملت كده، لو انت سويت كده، ويبدا وينتقدوا هنا. فاذا لما يجي ينتقدوا الانسان، طيب لا انت لازم تسوي كده، انت لازم تعمل كده، فليش انت بيكون عندك هذا النجاح؟ أيه. هم لما يشوفوا نجاحك في بيتك، في عملك، في حياتك، طيب في امورك الثانيه، هو اما انه يوصل ليك، وهذا صعب عليه انه يوصل لنجاحك او يوصل لحياتك، او انه يهدمك انت. كيف يهدمك؟ بالنقد. والنقد يغلف بتغليفات متعددة، عشان كده بنقول على الفاضي والمليان، على أي شيء ينتقدك. الناس كلهم يحبوا النجاح، كل الناس يحبوا النجاح، بس مش كل الناس يحبوا الناجحين. فرق بين النجاح والناجحين. أيوة. النجاح كنجاح. نعم. أي النجاح التقدم في العمل، النجاح السعادة في الحياة الزوجية، النجاح مثلا أولاد كويسين ومتربيين، النجاح شخصية جميلة، هذا النجاح، لكن هذا عام. طيب لكن أنت كشخصك ناجح، لا ما يحبوه. مو كل الناس يحبوه، مو كل الناس يحبوه لك أنك أنت تكون ناجح في بيتك، في أولادك، في عملك، في شخصيتك. يعني مو كل الناس تحب النجاح. لا, لا, لا كل الناس يحبوا النجاح. أيوة. بس مو كل الناس يحبوا الناجحين. أها. أي يحب الصفة لكن ما يحب الصفة، لكن ما يحب الموصوفين. الموصوفين بيه. أي. أي نعم. فالشخص الناجح ما يحبه. نعم. فكل الناس تحب النجاح، ولكن ليس كل الناس يحبون الناجحين. فيحب الصفة ولكن لا يحب الموصوفين. نعم. شايف؟ فيقوموا كيف الغيرة اللي عندهم؟ طيب فاللي ما يعمل يكره اللي يعمل. اللي أخذ له مرتبة عالية مثلا في العمل، وهذا ما أخذها غير بطلوع الروح، بسهر، بمن عارف ايه، بحرم نفسه من اشياء كثيره، لا، واللي قاعد كيف هذا وصل كده؟ كيف ده جاله كده؟ اتزوج ربنا رزقه زوجته طيبه. طب انتوا عارفين ايش في بيته، ايش جوته عنده؟ ما هو لازم تعرفوا ايش، لكن يكرهوا اللي بيشوفوه قدامهم. نجاحك يؤلمهم، ارتفاعك يخفضهم، عشان كده ينتقدوك، وعشان كده يبدأوا يخفف عن نفسه بأنه يشكك في نجاحك. أيوه. طيب والله هذا ناجح في حياته الأسرية، لا والله مو هو عشانه طيب، بس عشان هو مرته المسكينة الغلبانة، ولا إيه؟ والله ما أنتوا عارفين إيش جاري في البيت. طب ليه؟ ليه؟ ليه تشكك فيه؟ ما لكم دخل من حسن سلام المرء تركه ما لا يعنيه. صحيح. ما لكم دخل بالناس. نعم. يبدأوا ينتقدوا. سويت فرح وحطيت فيه كل شيء، دخلوا انتقدوا اللون ده واللون ده، الحين كله سبتوه بديتوا تنتقدوا دي. ما سويت فرح، طيب قلت اوفر الفلوس اعطيها الولدي ولا البنت ينبسطوا ليها، هذا بخيل، هذا لئيم. طيب شايفة؟ فيبدأوا يتكلموا هذا، مع انهم انتوا لو شفتوا وجهة نظره ما لكم دخل. صحيح فعلا. آيلون ماسك اللي هو من الأثرى أثرياء العالم، عايش في بيت متنقل. بيت متنقل، ما عنده قصر. شوف التعليقات، بس أقرأ التعليقات. أنا لو عندي فاضي، عالم فاضية. نعم. عالم نعم. فاضية طول ما هم قاعدين هم ينتقدوا. يكتب قصة، يا أخي أنا كنت بقفل في وشك، أنا يا أخي ما له لزمة، أنت بتنفس عن
تزعلك بتنفس عن هذا، تجد عينات الناس من جد. وفي ناس بتأثروا بالنقد ده. النقد بعض الأحيان يسبب اكتئاب، يسبب إحباط للإنسان. واحد حط منظر مثلا، طبعا وفي للأسف بعض الناس يبدأوا ينقلوا المقاطع ومن عارفه، أحس زي القطيع. يا جماعة خلوا عندنا عقول نفكر فيها. طيب هي الرسالة الآن موجهة للي يتلقى النقد، يتلقى النقد أيه؟ يعني لأنه إحنا لو كنا نبغى نتحكم في كل اللي ينتقدونا ما حنخلص، ما ولا حتكلم مع كل اللي بيرسل لي رسالة. نعم سواء على السوشيال ميديا على الواتساب. يعني شوف النقد خلص. هي هدايا. أيوة أقول لك النقد هو هدايا. يا سلام. إما من صديق يريد نفعك طيب وإفادتك، هذا أنا أسمع منه. نعم. أو من عدو يريد خدشك. أيه. العدو يبغى يخدشك. أيه. طيب والصديق يبغى ينفعك. فأنت في كل الحالتين هدية تعتبرها النقد. طيب كيف العدو؟ أوكي. أيه. نعم. العدو كيف يبغى يخدشك؟ إن كان صادق في نقده فهو كالدواء، مر طعمه ولكنه ينفع. زي المثل اللي يقول الحق ما قالت به الأعداء. الحق ما قالت به الأعداء. نعم. لأنه ما عنده ما عنده ما حيجاملك، حيديك في وجهك. طيب وجهك. نعم. فهو لو كان صادق طيب فأنا هاخدها وأبدأ إيش أحورها وأستفيد منها. يا سلام. طيب نعم. وإن كان كاذب فما زادني إلا رفعة. يا سلام. فهو هدية في كل الأحوال. نعم. الصديق حيجي يهديني هي. طيب إذا لا تخلوا سعادتكم ورضاكم بيد الناس. انت كيف تتكلم؟ ما تخلي رأيهم سد يحجز الأمل عنك. الصديق انتقدك في عمل قمت به، في تعامل، في شيء، في مظهرك، في شكلك، في هذا، انت تبدأ تستفيد منه. نعم. العدو والله قال على عملي، قال شيء، أبدأ أنا أشوفه، ما أتحطم من النقد. الناس زي ما قلت لكم بينقدوا على أتفه شيء، شيء يحرز، شيء ما يحرز بينقدوا فيه. حقعد أزعل من كل نقد حيجوني. طيب خلوكم أقوياء. نعم. لا تخلوا هذا الإيش النقد يضغركم أو يأثر فيكم. تمام. حنطلع الفاصل ونكمل بإذن الله تعالى موضوعنا مستمعينا الكرام عن النقد بعنوان على الفاضي والمليان. بإمكانكم تستمعوا إلينا كذلك عبر التطبيق الخاص بالإذاعة وعلى الرابط الإلكتروني للإذاعة alif.fm.com alif.fm.com. فاصل نرجع لكم. عدنا لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى، وما زلنا في حديث حقيقة بنواجهه في جميع شؤون حياتنا، مو بس حتى لما نكون على السوشيال ميديا، حتى لما نكون برا، لما نلتقي بالناس، حتى لو نكون مع لقاءاتنا العائلية، احتكاكنا الكثير بالناس، تواجدنا مع الناس، بالتالي في أكيد طبعا أخذ وعطى وكلام وكل شيء الواحد بيسويه، سواء كان وإن شاء الله نقول إن شاء الله شيء طيب وكذا، إلا هو يعرض بالنقد لهذا الشيء اللي بيعمله، سواء كان نقد جيد أو نقد سيء. إحنا نبغى نكمل موضوع النقد. يعني لما أنت جيت تكلمت إنه حتى في اجتماعاتك العائلية ممكن خالك، عمتك، أبو زوجتك، أبو زوجك، عائلتكم كلها، الأب ينتقد أبنائه، الأم تنتقد أبنائها أمام الناس. فالنقد هذه للأسف إنه في طبيعة بشرية عند الإنسان إنه يبدأ يتكلم. هنا هل أنا أترك لنفسي المجال أنتقد على الفاضي والمليان؟ يعني لا، إذا معناته لازم أربي، هو طبيعة بشرية موجودة عند كل البشر، لكن في منهم اللي يترك المجال لنفسه تقوده. طيب تمحل ما هذا لسانه، هو يقولك لا أنا آدمي صريح. يا أخي صريح، ما حد قالك أنتقد، ما حد قالك تتكلم. شيء يخصك أتكلم فيه، شيء ما يخصك لا تتكلم فيه، ما لك دخل. في شيء اسمه صراحة وفي شيء اسمه وقاحة. هو ده صارت. لا يقول لك أنا آدمي صريح، أنا آدمي أقول في الوش كده. ما حد قالك أتكلم. شيء يخصك أنت أتكلم فيه، ما يخصك لا تتكلم فيه. إجي مثلا والله العم ولا الخال ولا ابن عمك ولا ما أفهم، أنت ليش مثلا بتعمل تتعامل كده؟ طيب إيش يخصك؟
هل آذيتك أنا؟ هل ضريتك أنت؟ هل طلبت رأيك؟ إذا أنت تبى تنتقد في عندك طرق للنقد، تبى تنصحني نصيحة أمينة عندك طرق للنصيحة الأمينة، أما أنك أنت تنتقد أمام الناس فهذا أمر مرفوض. ما لك دخل يا أخي من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعني، إيش لك دخل؟ لابس الغترة حمراء ولا صفراء ولا خضراء، ما لك دخل. ضرتك ما ضرتك سيبه، لا 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 بس أصلا شكله يفشل. طب فشل ما هو، مهو اللي تفشل أنت، إيش لك دخل؟ أنا داري إيش لك دخل أنت، أنت اللي تفشلت. لا طب أنت اللي تنتقده ليش؟ شفتي شوف كيف الانتقاد، وترى على كده ترى قيس زي كده كثير. أقعد في الأفراح وأسمع الحريم كيف يتكلم. أنا عجبتني مقولة واحد يعني قال إذا كان يعني أي شيء أنت شفته وتبغى تحط رأيك فيه أو كذا، إذا ما كان صاحب الشأن طلب رأيك لا تتكلم، لا تتكلم، خلي رأيك لنفسك. هو ده، إلا إذا قالك إيش رأيك أعطيني، يعني أبغاك تقول لي كيف كذا هكذا. إيوه هنا يعني أعطيه بالقدر اللي أنت تستطيع أن تعطيه. في طريقة يقول لك لما تجي تقدم النقد حطه بطريقة السندويتش. أيوة. إيش السندويتش ده؟ السندويتش ده أنه تقدم إيجابية وفي الأخير إيجابي وتحط النقد في النص، فصار زي الطريقة إيش؟ السندويتش. سندويتش. نعم. جاي؟ فأنت إنسان لابس ملابس، طيب رحت عامل عزيمة وزوى كل شيء، أنتقد في الشيء الذي يمكن تغييره ولا تنتقد في الشيء الذي لا يمكن تغييره. ولما تنتقد طيب زي ما قلت لك حطها بإيجابية واختمها بإيجابية وحط النقد في النص. ليه؟ لأنه أنت بتهون عليه. جاء واحد قبل العزومة، قبل العزومة طيب لسه الناس ما جاوا، وسألك إيش رأيك، هتجي تقول له هذا مو حلو؟ دحين التعب هذا كله اللي تعبه ورتبه جيت قلت له ده مو حلو؟ إذا لازم تأخذ طريقة السندويتش. إيش هي؟ والله مرة ممتاز، كل شيء مرتب، كل شيء حلو، وما شاء الله مجهود رائع وذوق رائع وهذا إيوه. إذا ذكرت إيجابيته، لكن لو حطيت هذه كده في ده المكان يكون أفضل علشان يطلع حلو. فإذا أنت حطيت إيجابية وإيجابية وحطيت النقد في النص، لكن لو جيت في وقت الفرح أو في وقت العزومة بتغير، هنا لا يمكن تغييره. إذا أسكت طيب. أسكت، لا تتكلم، ما فيش داعي، خلاص أسكت فعلا. تنتقد ما يمكن تغييره ولا تنتقد ما لا يمكن تغييره. جميل، هذه قاعدة المفروض الواحد حطها قاعدة قدامك. تنتقد ما يمكن تغييره ولا تنتقد ما لا يمكن تغييره. أشترى السيارة، خلاص أشتراها، السيارة صيانتها سيئة طيب أي. يعني الصيانة حقتها متعبة. نعم. أشتراها خلاص، هتقول له ما كان سألت ترى هذه صيانة. نكت على الإنسان اللي اشتراها ومسكين قاعد حيفضل يصاب بالإحباط ويتوقع السوء دائما، وممكن إيش يقع له السوء لأنه هو قاعد طول الوقت محبط وسيء، وأنا غلط وأنا ورط، أنت ما عرفت تستشير، أنت ما عرفت تستخير، ما عرفت تتكلم. يا أخي أشتراها خلاص، الله يبارك لك فيها، بس تعرف في أماكن تقدر تروحها لو احتجت للصيانة، هذا المكان وده المكان. نعم. أنت انتقدت الآن بطريقة إيجابية. جميل. جاء استشارك قبل ما يشتري، تقدر تقول له هنا تغيير وما لا يمكن تغيير. أتزوجت الحرمة، طيب طلعت فيها، وتزوجتي أنت طلعت فيها عيوب معينة، وانت طلعت يا سيدي يا ابني طلعت فيك عيوب معينة، انت ما انت الملاك اللي خالي من العيوب، ولا انت الملاك اللي خالية من العيوب، كلكم عيوب. انت شايفة نفسك التوب وهو شايف نفسه التوب، وكل واحد من الاثنين بيدخلوا شايفين نفسهم القمة. طيب يتبدأ حياتهم مع بعض، عنده عادات وطبائع متعبة. أيوة. انت موسوسة نظافة وهو ايش يعني اقول موسوس كركبة، مو كركب، عكسك تماما، عكسك تماما. هتبدأ تقول انت ما ترتب، انا تعبت منك، انا ما عارفة ايه، انا ما عارفة ايه. اذا هنا اعطيله هي بطريقة جميلة. والشيء اللي بالذات في الحياة الزوجية ما لا يمكن تغييره، نلتقي في منطقة المنتصف. ايش يعني نلتقي في منطقة المنتصف؟ هو ما حيصير مرتب مرة طيب، ولا انت حتصيري مكركبة مرة،
لكن تلتقوا في المنتصف. تنازلي أنت وتنازل أنت. فاكرين القصة اللي حطيتها الأسبوع الماضي اللي هو طلقها عشان فسخ العقد عشان قطة؟ أيوه. هو حاول أنه ينزل معاها للمنتصف. نعم. وهي رفضت. فنفس الشيء بالانتقاد، لما تجي تبي تنتقده، أقول لكم ليش الإنسان بعض الأحيان ما تقبل النقد؟ لأن أسلوبنا في النقد بيأتي بعض الأحيان بطريقة كأنها هجوم. أيوه. فالنفس البشرية طيب على طول مباشرة من يوم ما أحد يبدأ ينتقد تأخذ منطقة الدفاع. نعم، تأخذ وضعية الدفاع. وضعية الدفاع. نعم. فما تسمع الباقي، لكن لما تجي تمهيدات أنت بتمهد لي، طيب إن أنت كيف حتنتقدني؟ كيف حتقول لي إيش الأخطاء اللي فيها؟ حتى لأبنائكم وبناتكم، حتى يا أولاد ويا بناتي، في تصرف من أمك وأبوك، أنتوا كبرتوا خلاص، ما صرتوا البذور الصغار اللي ممكن يخاصموكم قدام الناس ولا يهينوكم ولا يهزئوكم قدام الناس. أيوة. تجي بتقولي لأبوك أنت أساسا بس تزعق علي، وأنت تزعق علي قدام الناس، أنت ما تحترميني. والله زي لما سمعتها مرة واحدة مسكت أمها شرشحتها من البداية للنهاية. طيب فهنا نقول لا، كيف أنت تبي تقول لأبوك شيء ولا لأمك شيء تبي تقولي لها؟ امدحوا الأم والأب، قدموا، حطوا طريقة السندويتش هذه اللي في البداية وفي النص وهذا. فلما تنتقدوا بالذات للكبار هذولا طيب اللي ليهم حق عليكم، عمك، خالك، جدك، جدتك، أمك، أبوك، ناس ليهم حق عليكم، ما هو زي صاحبك على قولهم تزبد له في وجهه، لا لا ما في تزبد له وجه، هذا ما ينفع. نعم. لازم تغلفه بطريقة جميلة، جزاكم الله خير، والله انتوا اعرف، بس يا بابا انا كبرت خلاص، ولا ما انت شايفني كبير ولا شيء، والله انا كنت ازعل. لا تقول له انت. نعم. في النقد سواء للي في سنك زي ام زي الزوج والزوجه، او لمن هم اكبر، او لحتى لصديقك، متى ما قلت انت فاتخذ الثاني وضعيه الدفاع وبدا لانه يحس بالهجوم منك. أي. لكن لما تقول انا طيب، فمعناته حطيت انك انت اللي حتتكلم مش هو الغلطات. نعم. فيبدا يستمع وحط غلف له في النص، انت ايش الخطا اللي تبغى يصلحه؟ انت يا ولدي دائما تتاخر عن الشغل ودائما ما تسمع كلامي، انت وانت. الولد طبعا ما حيقدر يرد على ابوه، ما حيقدر ياخذ، لكن وضعيه الدفاع عنده ايش حيسويها؟ حيسكر، حيعمل بلوك. نعم. اس تتكلم دحين الصبح، انا اللي بدي اسوي. لكن لما تيجي تقول أنا مرة أحبك بس أنا أقلق عليك، أنا أخاف عليك عشان لا تتأخر، يزعجني إنك أنت تتأخر. طيب يزعجني إذا بديت في البداية في كل شيء هو ده. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما كان ينتقد أقوام كان يقول ما بال أقوام. فإذا هنا نقول التلميح وليس التجريح، إذا قدرت تلمح لمح. طيب بعض الأحيان يكون بين الزوج والزوجة، يعني وأنا أقول لكم يعني مع احترامي للرجال، الرجال بعض الأحيان ما يفهموا التلميح. طيب من جد يبغى تصريح بالذات العلاقة، شوف مو تصريح بين أصحابك وما عارف إيه، تقعد تدي له في وجهه، ما لك دخل بصاحبك، لا تجرحه. لكن إحنا بنتكلم عن العلاقة الزوجية، بعض الأحيان المرأة لمحت لزوجها كم مرة ما فهمها. نعم. هنا تقولي له بالتصريح إيش الشيء اللي ضايقك، وزي ما اتفقنا انه لما تبي تنتقدي في سلوك معين، مثلا انت تاكل وفمك مفتوح وهذا يحرجني قدام الناس، طيب او انت تاكل وبتتكلم وانت بتاكل ومنظرك مره بشع وانحرج قدام اهلي وقدام الناس، لما نقعد في مطعم ولا في شيء وانت بتتكلم والاكل يطيح من فمك، هذا بتنتقده صح ولا لا؟ جرحته، جرحت زوجها. طب كيف هو سلوك يزعج صح ولا لا؟ نعم. لكن كيف أنا أقول له هو؟ ما تجي تقول له هو أنت كده وأنت كده، فإيش رأيك؟ شوف أنا كيف بأسوي. إذا لازم نغلف النقد بأسلوب لطيف حتى في مقدمة، في مقدمة سندويتش، حطوا سندويتش وإنت إيش حطيت الحشو جوه السندويتش؟ الله يعلم بيها. طيب نعم. فإذا طب أنا كيف حتقبل النقد؟ أتقبل النقد إني أنا أشوفه. طيب إذا شوف وجهك في المرأة، وجهك في المرأة عابس، هل تكسر المراية؟ لا. إذا أنت تصلح نفسك صح ولا لا؟ نعم. فعشان كده أنا أفرق بين الحقيقة والرأي، أنا كإنسان انتقدوني أفرق بين الحقائق
والآراء. الرأي أستأنس به واستفيد منه. الناس بيقولوا فيك وعنك وليك، يقولوا لك كل شيء، يقولوا لك كل شيء. نعم. إذا قال لي رأي أكيد أستأنس، ينفع ولا ما ينفع؟ مو كل ما حد قال لي رأي. واحد جاء قال لك والله يا عادل أنت شكلك رجل أعمال ما تنفع في الإذاعة، طيب أخذت الرأي ده، هو رأي أعطاك رأي. نعم. رأي طيب. شخصي. رأي شخصي على أشياء شافها منها. نعم. قمت رحت أنت بطلت الإذاعة كلها، طبعا أنا مخسر ليهم يعني خسارة طبعا، فرحت بطلت الإذاعة وصرت رجل أعمال اثنيات مني لا طيب. يمكن فإذا ما أقصد حطت هذا يعني ما شاء الله لا قوة يعني إلا بالله. الواحد يعني ما يأخذ ما الرأي أستأنس به. نعم. لا أجعله قائدا لي. ولا حظي يعني كل واحد يقول لي كلام عليك نور هو ده. كل واحد خليها قاعدة عندك، آراء الناس إن هزت من قدرك فلا تغير من قدرك. يا سلام. آراء الناس إن هزت من قدرك يعني هزت من قدرك أنت. نعم. ماكل ما حد غير قدرك عند الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. شايف؟ نعم. فآراء الناس إن هزت من قدرك أنت من مكانتك ما حد غير من قدرك أنت، مهما قال الناس عنك قولهم ما هو حقيقة، تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. طيب. لكن يبدأ الواحد أتعامل مع الآراء، مش أي رأي أخده. مثلا قالك توبك مو حلو أقوم أخلع التوب، لا، أشوف إيش فيه ممكن أعدل. فإذا أنا أبغى أتسع، يتسع صدري لآراء الناس، في اللي بيشتم، في اللي بيذم، في اللي هذا، لكن أنا أخذ الرأي القوي، ليس القوي بالصرعة ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. حنأخذ فاصل. أوكي. فاصل نعود إليكم مستمعينا الكرام. ألف ألف FM. صحابيات. بريرة بنت صفوان هي صحابية مشهورة ومولاة عائشة أم المؤمنين، قيل أنها كانت مولاة لبعض بني هلال فكتبوها ثم باعوها من عائشة فاعتقدها، وقد اختلف في زوجها هل كان عبدا أم حرا، فقيل إنه كان عبدا اسمه مغيث، ولما اعتقد خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان يحبها فيمشي في طرق المدينة وهو يبكي على فراقها، واستشفع إليها بالرسول فقالت للرسول أتأمر؟ قال بل أشفع، فقالت لا أريده. وقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي جعل عدتها حين فارقت عدة المطلقة، وقيل أن زوجها كان حرا. ألف ألف FM. إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة. يكون للمؤلف الحق في مصنفه مدة حياته ولمدة 50 سنة بعد وفاته، ويحمي النظام حق المصنفات السمعية والسمعية البصرية والأفلام لمدة 50 سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، وتكون مدة حماية حقوق أعمال الفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية 25 سنة من تاريخ النشر. 25 سنة. أعود إليكم حياكم الله مستمعينا الكرام على الفاضي ومليان. موضوعنا اليوم للناس اللي بيتكلموا بيشوفوا أشياء من حولهم على كل حاجة إلا يبغى يقول رأيه، يبغى ينتقد، ما نعرف إنه هذا يبغى ينتقد نقد بناء ولا نقد هادم. نعم. لذلك مهم جدا إنه إحنا نقف ونقول الجماعة هذول كلهم اللي عندهم النقد على الفاضي والمليان توقفوا، ستوب شوية، ابدأوا راجعوا نفسكم واعرفوا انتوا بتقولوا ايش بالضبط. فنبقى نكمل معك ومع اعتدال في هذه الجزئية. طيب. بس انا في جزئية ابغى اقولها للي بيتحسس من النقد، وكلنا نزعل يعني نتحسس، ما في احد انسان يقول جدر ما يحس بالنقد، كلنا بنزعل. نعم. فاذا اول شيء خلوا النقد قوة لكم، لا تجعلوه يقودكم، خذوه فائدة ولا تجعلوه قاعدة. طيب. ولا لسلوكك قاعدة، خذ النقد فائدة. نعم. ولا تجعلها قاعدة،
ولا تجعلها لسلوكك قاعدة. خذ النقد فائدة. أيوة. ولا تجعلها قاعدة ولا تجعلها لسلوكك قاعدة. ولا تجعلها لسلوكك قاعدة. قاعدة تقودك. نعم. أيوة. تقودك من القيادة. نعم. طيب أنا أستفيد منها لكن مش هي اللي حتقودني، لأنه كل الآراء يفرق بين الحقيقة والرأي. طيب. نعم. فأنا أنتفع منها في هذا الشيء وما أنتفع في أشياء تانية، فمو لازم. نعم. أن أنا أخليها أغير سلوكي كله عشان خاطر أنك أنت أعطيتني رأي وانتقدتني برأي. نعم. مو لازم أغير حياتي كلها وأخلي قاعدتي هذا الشيء، لا، أنا أستفيد منها. طيب أتقبل النقد، أنت بشر تصيب وتخطئ. طيب والناقد أيضا بشر يصيب ويخطئ. آراء الناس حوالينكم اعتبروها لوحات إرشادية ترشدكم وتدلكم. نعم. أنا حتغير في إيه وحتسوي في هذا، تخليها إيش ترشدني أنا حعمل إيه. طيب. نعم. عشان هي توصلني أن أنا أغير في سلوكي أغير في أعمالي، لكن ما أخليها هي اللي تنكد علي حياتي وتنكد علي يعني عيشتي. نعم. وتسبب لي إحباط واكتئاب. عندما تشعر بالضيق، طيب، فلا إيه؟ أنت ما أنت لوحدك. لما زي ما قلنا في البداية إنه الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. نعم. إيش ربنا قال له؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله، هذا علاج أو هذا نعم علاج لكل. نعم. إنسان يتضايق من نقد الناس له، طيب، أن إيش؟ أن يسبح ويكون من الساجدين. نعم. لأنه هذا بشر والبشر ينتقده. طيب. أما الكون كله يسبح بحمد الله، فالكون ما بينتقد، فأنت خليك في زمرة المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان من ضمن قافلة المسبحين. فأنت لما يكثر عليك انتقاد الناس، والناجح دائما ينتقدوا، سواء كنت من المشاهير أو كنت من الناس العاديين أو من الذين أنعم الله عليهم، طيب، فكن من المسبحين اللي تدخل معاهم، فأنت مع الكون الذي يسبح بحمد الله ويعيش ويعيش فيه. فسبحان الله العظيم، هنا تأخذ من الناس اللي هنا وتستفيد منها. نبغى الآن نتكلم عن المنتقدين. نعم. اللي بنتقد. نعم. ونوجه لهم رسالة. نعم. في ناس تراهم يعني مو كل اللي بينتقدوا سيئين، مو كل اللي بينتقدوا حاقدين، مو كل اللي بينتقدوا حاسدين. في ناس طبيعتهم الانتقاد. نعم، صحيح، طبيعتهم كده، هم فيهم خلق انهم يحبوا ينتقدوا. في بعضهم حتى اذا ما لقي احد ينتقده ينتقد نفسه. ينتقد نفسه فعلا. أي. ينتقد نفسه، يقعد ينتقد وبعدين ينتقد على كل شيء. نعم. انت حتى ممكن في ناس اقول لك ايش، لو فتحوا الشارع داخل له كده، واضح انا اقول ايش رايكم تروحوا تشتغلوا انتوا في البلديه ولا في هذا، من جد من كتر ما طول ما هم ماشيين هم ينتقدوا. ايوه. هذه رساله بنوجههم لمن يحب النقد. طبعا اللي يحب النقد وما هو عارف نفسه انه يحب النقد. طيب. فعشان كده احنا بنوجه رسالة للإنسان، انت كيف تعرف نفسك انك انت تنتقد ولا لا؟ اول شيء، اذا لقيت الكل او المعظم يجمع انك انسان تنتقد، معناته استحالة انه كلهم خطأ وانت الصح. ايوه، معناته انه فيك عيب. فاذا نقول للناقد فكر قبل ان تنتقد. ايوه، فكر في دي الكلمة قبل ما تتسرع في انتقادك وكلامك، فكر فيها، شوف مدى تأثيره على الشخص الآخر اللي انت هتتكلم معاه، صاحبتك، زميلك في العمل، زميلتك في العمل، زوجك، زوجتك، أبنائك، بناتك، أمك، أبوك، اللي حوالينك. فكر قبل ما تقول الكلام. نعم. معناته كلامكم فكروا فيه، خلي لسانك، فاكرين ما نحن نقول لسانك حصانك، إن صنت حصانك وإن هنت هانك. طيب. والكلمة كالسيف تخرج، إذا خرجت معك ترجع تاني. يا جماعة، قد ما تبي ترجع في الكلام مرجع خلاص تخرج منك. إذا قبل ما تقول الكلمة
أعمل كنترول. ليش سمي العقل عقلا؟ سمي العقل عقلا لأنه كالعقال يربط تصرفاتك، وأول من يربط لسانك. خلي عندك عقل. نعم، مركز تحكم بالنسبة هو ده. مو كل كلمة تقولها، مو كل كلمة على لسانك تقولها بصراحة. فكر قبل أن إيش أن تنتقد. الطريقة الثانية، أنت تحب النقد، طيب زي ما قلنا خذ طريقة السندويتش. تبغى تنتقد بعد كده، أنقد السلوك مش الشخص نفسه. أيوه، دائما تجد أنه بتنقد الشخص، تركنا السلوك وصرنا بننقد الشخص نفسه. أنت فيك وأنت فيك. في ساعتها بدافع عنه، فتقع مشاكل، وساعتها حتى الناس يقولك يا الله هذه طول ما هي قاعدة هي تنتقد. يكره الناس جلستك ويكره الناس جلستك. أيوة، ليه؟ لأنه طول ما هو قاعد هو له رأي في كل شيء. ما شاء الله تبارك الله، يمكن لو أخذوه حل مشاكل العالم كلها. إيش رأيكم يأخذوا في هيئة الأمم المتحدة اللي هذا؟ لا، لو الدولة دي سوت كده كان كده أفضل. ما شاء الله تبارك الله. لو الوزارة دي عملت كده كان حطأ. ليش ما سوى؟ طول ما هو قاعد هو ينتقد، هو العم الفاهم أبو العريف اللي طول ما هو قاعد. الناس ترى، أقول لك شيء، اللي بيتكلم بهذه الطريقة ترى الناس ما يطيقوك. أنا ولا يطيقوك جدا. أشوفه في مجلس، ما أحب أني أقعد في مجلس هو موجود. هو ده. نعم، هذا يسمى البدن، عوذ بالله. هو ده. فلا تفكر، يلي مفكر نفسك أنك أنت فاهم ومثقف وعارف، وطول ما أنت قاعد أن الناس ترى بيحبوا جلستك، ترى إما يكونوا مجبرين على الجلوس معك كأخت، أخ، ابن، بنت، زوج، زوجة، مجبرين إنهم يقعدوا معك. ولو أصدقاء بيبعدوا عنك. أيه. ويبعدوا عنك. إذن ما يعني تنتقدوا كل شيء. وبعدين ما أقول لك شيء، اتدخلوا حتى في الوزارة، لو فتحوا الشارع ده، لو بنوا كده، لو سووا كده، انتقاد. طول ما هم قاعدين انتقاد. وبعض الأحيان انتقادهم يا ريت يسكتوا بينه وبين بعضهم، لا، يبدأ يتكلم في كل مجلس، تبدأ تكتب في كل مكان. يا أخي أنت تعرفوا في آية، لولا استمعتموه، طيب ظن له، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أنتم ما تعرفوا. أقول لكم شيء، المسرحية بتشوفوها قدامكم، الفيلم بتشوفوه قدامكم، واو الفيلم، بس ليه ما سووا؟ أنتم ما تعرفوا السير وراء الكواليس، صح ولا لا؟ أيوه. إيش وراء الكواليس؟ ممثل طاح، صعبة كان هنا، قبل ما يحطوا المقطع ده، قبل ما مات عشان يخرجوا لكم بالمنظر ده. فلما تجي تبي تنتقدوا، تبي تنتقدوا شيء من الدولة، تجي تنتقدوا شيء من ال الشوارع اللي قدامكم، تبي تنتقدوا طول ما انتوا قاعدين. طب عندكم إصلاح؟ تقدر تصلح؟ حرك أصلح في الحي، في الشارع حق كل واحد بيرمي الله يكرمكم الزبالة عنده. البلدية ما سوت كده، طب انتوا ما تقدروا تساعدوا، تساعدوا معاها؟ ليش كل إنسان يبغى الحل من الآخر وما بيعمل الحل من عند نفسه؟ يجي في البيت ينتقد زوجته، البيت ما هو مرتب، البيت ما نعرفه. طب انت ليش ما تقوم ترتب لو سمحت؟ لا، هي المفروض تقوم ترتب. تنتقد زوجها ما يوصل، ما يعمل كده. طب انت ما عرفت تتساعدي معاه عشان تعدل هذا السلوك؟ عرفت؟ فاذا قبل ما تتكلم يا اللي بتنتقد انت، اول مرة فكر وانقد السلوك للشخص، واستخدم رسالة الأنا. زي ما مثلا بتقول سلوكك هذا أزعجني، طيب إذا معناته أنه أنا السلوك مش أنت مزعج، طيب استخدم رسالة الخفاء وأمدح في العلن، في العلن عاتب في الخفاء. أيوه. وأمدح في العلن، مو قدام المجلس كله تبدأ تنتقده. أيوه. مرة عيب يلي قاعد بتتكلم وتقول والله أنا إنسان صريح. لا، أنت إنسان وقح، ما أنت صريح. أنت إنسان مؤذي، ما أنت صريح. الصراحة لا، ما هي الصراحة كده. تبقى تنتقد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام ما انتقدهم هم يعملون كذا وكذا، وهو رسول الله. أنت أحسن من الرسول؟ أنت ما شاء الله عندك الصراحة، ولا أنت عندك الصراحة؟ طيب، وهذا الخلق ده يا ناقد ترى خلق سيء. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. طب هو آذاني
والناس بيختلطوا معاك، اصبر على أذى الناس، خالط الناس وترى نعم. حتشوفوا ما في أحد يمشي على مزاجكم، الكون كله ما حيمشي على مزاجكم. طبيعي جدا الإنسان عندما يخالط الناس بيجد الانتقاد، بيجد الأذى. نعم. وهذا خير الناس الذي يعني يخالط ويصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. فعشان كده اللي بده ينتقد اختار الوقت المناسب والمكان المناسب. نعم. زوج وزوجته قاعدين في المطعم، تبي تنتقدها في المطعم؟ تبي تنتقديه في المطعم قدام الناس؟ صارت مضاربة بينك وبينك انتوا الاثنين، صوتكم علو، صرتوا فرجة لكل الناس. صحيح. واللي بينتقد بعض الأحيان يعني بنقول يعني ليش أنا بقول ده الكلام؟ والله عيب اللي بيصير، تحدث حادثة يصوروها ويحطوها في هذا، والله عيب. يا جماعة كلكم أعين وللناس أعين، اللي بيحطوا المقاطع من جد فليستحوا على نفسه، والله حتمر الأيام وتلف وحيقعوا في نفس الموقف اللي هم حطوه. رجل وامرأة اتضاربوا ويقوم يحطون لك يصورهم ويحطوا في التيك توك ولا يحطوه في مواقع التواصل ويتفرجوا الناس عليها، وعدد المشاهدات، فين الأخلاق؟ فين الستر اللي صارت على الناس؟ الله يستروا عليهم، سبحان العظيم. ليش تفضح؟ احنا بنقول اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض يا رب. فما هي من الأخلاق إنك أنت تنشر أي شيء. نعم. وإيش؟ وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. الله. هنطلع الفاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا، احنا في الدقائق الاخيره من هذه الحلقه، ويعني توصيات اخيره نريد ان نخرج بها من هذه الحلقه حول موضوع النقد والناس اللي بتخالط الاخرين. اكيد نحن بنتعرض لها، كيف يعني فعلا نتعايش مع هذا الامر باقل الاضرار، وفي نفس الوقت انه احنا كيف نتعامل مع النقد بالشكل الصحيح. نعم. اول شيء يعني اذا في نقد بناء وفي نقد سلبي. نعم. طيب خلينا نحط الفرق بين النقد البناء والسلبي. النقد البناء هدفه التحسين. نعم. طيب ومحدد وواضح، ما أجي أنقدك ككلك، أنقد سلوك معين لأنه فيك صفات طيبة، ما أنقد العمل ككل. طيب ولكن فيه شيء محدد، فإذا نعم. حدد اللي أنت تبي تنتقده، هذا النقد الإيش البناء. طيب مع اقتراحات، النقد البناء مع اقتراحات للتحسين. أيوه. طب انت لما تجي تنقد فيه وفيك 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 واختيك ولا فيك انت ولا في اجي في عملك مو كويس، ما عارف طب ايش الحل؟ انا ممكن ما اعرف شيء اكتر من كده. أيوه. طيب اعطيني الاقتراحات حقتي، الحلول اللي عندي. هذا يتم النقد البناء باحترام وادب، في ادب في احترام مهما كان، حتى لو طفل صغير. اختار المكان المناسب والوقت المناسب، لا تجرح الشخص أمام الآخرين، سواء كنت في مطعم في عمل من هذا، لا جرح، هذا نقد بناء نسميه. أما النقد السلبي، طيب النقد السلبي عندك إيش؟ هدفه الإحباط، أبغى أنزل من مستواك. أي. وأنزل من أنت، أو إنه زي ما قلنا الانتقام أو الغيرة أو الحسد، مغامض، ما هو غير محدد، ما بحدد لك أنا إيش. مثلا جيت أنت سويت شغل مرة طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا اقول لا انت ما سويت كده، انت ما عملت كده، طب الشغل ذاك كله اذا طب انت غلطان، انت ما كان حلو، طب ايش الشيء اللي مو حلو فيه؟ معليش. أيوه. كله مو حلو ولا جزئيه معينه ما هي حلوه؟ التعميم هذا ما هو صحيح، مشكله افه الناس التعميم. ايوه. كل الناس سيئين، ما يعجبوا شيء، كل الناس بطالين، كل الناس ما يفهموا، مو كل الناس. نعم. في بعض منهم. كل الجنسيه هذه كذا، كل العالم هذه هذه مشكله التعميم اللي عندنا كذا، كل الرجال كذا. ايوه اي فعشان كذا، الا اذا الله سبحانه وتعالى قال في كذا، طيب فخلاص هو حط هذا الرجال. نعم. بهذه الطريقه او النساء بهذه الطريقه. صحيح. خلاص ربنا قال كذا. نعم. لكن اجي انا اعمم حتى لكل قاعده شواذ، احنا ما بناخذ هذه القاعده كده، لكن في بعضهم كده. يعني مثلا بنقول انه الرجل عاده ما يهتم بالتفاصيل، يهتم بايش؟ بالعموم. طيب في رجال
قاعدة يخلو منها إنه مهتم بالتفاصيل الصغيرة الصغيرة ويفضل ينق على كل شيء صغير. وفي نساء ما تنتبه للتفاصيل، تنتبه للعام. طيب، فمو معناته إنه كل قاعدة خلاص تمشي، فنحن إيش نحدد اللي بينها. طيب، النقد السلبي ما في حلول، بس ينقد لمجرد النقد. أعطيني الحل. جاء الراجل وزوج، طب أعطيني الحل. الحل مثلا كان زوجك مكركب مرة، كان من عارفه حددي له مكان، إيش رأيك ما هو بيت كله يصير مكركب، حددي له مكان واحد يكركب فيه، يرمي ملابسه فيها، طالما ما يشيل الملابس حقته وحطها في سبة الغسيل، حددي له واحد مكان، بدل ما تكون منترة في الغرفة كلها خلي منترة في الكورنر. صحيح. طيب، زوجتك مثلا نفترض انها ما تلبس، ما تسوي، ما تعمل، ما عارفه، حدد لها ايش الشيء اللي انت تبغاه منها. طيب، حدد الشيء. او ابنك في عيوب قديش كترها، حدد انت ايش تبغى تصلح منه. فاللي بينقد، اما تنقد لمجرد النقد، حدد النقطه اللي انت صحيح. تبغى تتعدل. نعم، لا تقول انت ما فيك خير ما ادري ايش فيه، قول له. طيب، قول له ترى ايش، انا احبك كل شيء بس في حاجه كذا ما بتسال عني. نفترض نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، حط عنده انه هو نعم كله ايجابيه، لكن بس لو كان يقوم من الليل. يا سلام. فاذا انت يا ناقد يلي بتحب تتفلسف وتحب تتكلم، طيب، ما الناس ما هم خالين من العيوب، وانت ما مليان عيوب. أولها لسانك دا اللي ما هو راضي، اللي بتنظر بعين الذبابة ولا تنظر بعين النحلة. عين الذبابة إيش؟ التي لا تقع إلا على الخبيث، أما عين النحلة التي تقع على الرحيق والعسل. فلا تخلي عينك عين ذبابة. نعم. خليها عن بني آدم، يعني مو لازم ذبابة. صحيح. مو لازم نحلة. الذبابة دي اللي تقع على كل شيء. على كل خبيث. ونعم. أي بتقع على الأشياء، على هذا. ما فرقت بين ده وبين ده. فأنت لما تشوف شيء قلنا ما يمكن تغييره اتكلم فيه بس بأدب. نعم. ما لا يمكن تغييره لا تتكلم فيه. نعم. طيب. نعم. فهذه غير محترم النقد السلبي. هذا الفرق بين النقد البناء والنقد الإيجابي والنقد السلبي. نعم. فإذا هنا ننتبه. من حسن سلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهل يكب الناس على وجههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. طيب. نعم. وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم. والمؤمن رفيق لين هين. لا طيب. نعم. هذا حل، هذا صفة المؤمن. هو ده. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أو ليصمت. إذن أسكت. أيوة. ما لك دخل. نعم. عندك خير قول. ما عندك خير اسكت، اذكر الله. يا سلام. سبح بحمد ربك خيرهم. لا خيرهم لك فات شرهم. ولك فات شرهم. نتوقف هنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ولا تنسوا يا أحباب قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو سمحتوا لا حد ينتقد، فكر قبل أن تتكلم. نعم. ليه؟ لدوام المحبة والألفة بينك وبين الناس. ولا تزعلوا من نقد الناس ليكم، لأنه مو كل شيء يقولون الناس صح. خذوها فائدة ولا تأخذوها قاعدة، ولا لسلوككم قاعدة. وأختم عادة. الله يعطيك العافية معتدال. الله، يعني حقيقة حديث جدا مهم، خاصة في علاقاتنا الاجتماعية مع الآخرين. وموضوع النقد هذا يعتبر لابد يكون الإنسان يمتلك الذكاء العاطفي والاجتماعي في أنه متى يتكلم ومتى لا يتكلم، الظرف المناسب، المكان المناسب. وهذا اللي إن شاء الله يعني تعرفنا عليه في خلال هذه الحلقة. الشكر أيضا للمستمعين الكرام على طيب الاستماع، وشكر لزميل عبد العزيز السحيم على إخراجه لهذه الحلقة. تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.